Bienvenue sur notre site, minasoft48.com. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أخواتي متابعي موقع مينسوفت للبرمجة في هذا الدرس الثاني من سلسلة دروس مكونات الديناميك سكيم فور. اليوم سنتطرق إلى الدرس الثاني وهو شرح إعدادات مكون الفور، يعني مكون الفورم الذي سينوب عن المكون الكلاسيكي ل يعني للدلفي. فهناك إعدادات للمكونات التي سنضيفها، وبالتالي سنتطرق إليها اليوم بالتفصيل إن شاء الله، وماذا سنغير فيها، وماذا يوجد فيها بروبريتيز مختلفة عن الفورم الكلاسيكي. إذا نفتح الدلفي بارلا إكس أو 10.1 هو الذي سنعمل عليه إن شاء الله. إذا ننتظر الدلفي حتى يفتح 10.1 برلين التحديث الثاني، و تظهر لنا هذه النافذة الرئيسية بالنسبة للدلفي. تلاحظون أن الأمور كلاسيكية، يعني قائمة علوية ومجموع أزرار اختصارات، والبالت الخاص بالمكونات. هنا ستريكتر، يعني هنا توضع المكونات. انسبكتر دوبجي، يعني هنا البروبريتيز الخاصة بكل اوبجكت نضعه داخل الفورم، يعني اعدادات. هنا جيستيونير دو بروجي، يعني الشجرة الخاصة بالبروجكت. وهنا كذلك جيستيونير او باليت دوتي، جيستيونير دو كومبوزون، يعني باليت دوتي. نضع ابليكاسيون جديدة، وحين نضع تطبيق جديد اكيد سيعطينا فورم جديد. اذا تلاحظون هنا، عندما اضفنا فورم فانه اضافه في ستريكتور، يعني اي اوبجكت يضاف الى المشروع فإننا نجده هنا. الآن لدينا الفورم الرئيسي، نقوم بوضع هذه هكذا، وتلاحظون هنا البروجكت، بروجكت جروب، لدينا بروجكت بوين إكزي، كونفيغوراسيون، باليت فورم سيبل، وين 32، يعني ويندوز 32، واليونيت 1 التي هي فورم 1. واليونيت 1 خاصة يعني ببرنامج أو كتابة الانستركشن الخاصة بالبرنامج هنا. إذا الفورم الأول تلاحظون أنه يوجد به عدة خصائص، من بين الخصائص نذكر الألينيوما. تلاحظون الألينيوما إلى فوق إلى تحت، يمين شمال وفي الوسط. ثم لدينا ألين ويد مارجين، ألفا بلند وألفا بلند فاليو. ألفا بلند خاصة بالترانسبارنس، يعني الشفافية. إذا أردتم أن تجعلوا الفورم شفاف فإنه سيمكنكم تغيير هذه الألفا بلند. يعني لما نضعها ترو مثلا، ونضع مثلا هنا ما بين 0 و 55، فإن الفورم سيظهر شفاف. يمكنكم وضع أمور أخرى بالألفا بلند، ربما تظهر الفورم شفافة ثم تبدأ بالتبوت، يعني
الوضوح. لدينا الأنكروس أو الأنكورس، الأنكورس هذه هنا فيها أربع اتجاهات، يعني هنا يضعها في اللفت توب والرايت توب. لفت توب بالديفولت هو لفت توب، هنا يمكنكم وضع رايت وباتن. المكان تواجد الف الاوتو سكرول، يعني الاوتو سكرول يعني العمل على انزال وتصعيد الفورم او مكونات الفورم داخل. اوتو سكرول هنا فولس، اوتو سايز كذلك نضعها فولس. تلاحظون اوتو سايز يعني الفورم يمكننا تصغيره وتكبيره بعد التنفيذ. بدي مود هنا بدي ليفت تو رايت، هنا بالنسبة للكتابة هذه يعني نجعلها من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين. البوردر ايكونز هناك أربعة، بدي منيو سيستم وبني من بي مينيمايز وبي ماكسيمايز وبي هيلب. هذه هي الأزرار، هذه هي الأزرار عفوا، هذه الأزرار التي تلاحظون أننا حين ننزع البي سيستم منيو فإنها كلها ستنزع، لكن حين التنفيذ سنجد على الأقل زر واحد وهو زر الغلق. هنا إذا تلاحظون هنا كيف يتغير لونها من انتهى أننا نقوم بتغيير تفعيلها، تلاحظون هنا وهنا كذلك. هذه عن البوردر ايكونز. بوردر ستايل هناك عدة بوردر ستايل، لدينا بي سايز اب، لدينا بي سايز اب. بي سايز اب يعني الفورم يمكننا التحكم فيه هكذا بعد التنفيذ. لدينا بي اس ديالوج، تلاحظون بي اس ديالوج انها تقوم بوضع فقط زر الغلق. لدينا بي اس ناون ينزع جميع البوردر او البوردر الشريط العلوي ويجعل الفورم عبارة عن طبقة واحدة. لدينا بي اس سينجل ترجع الفورم مثل الأول، كذلك بي اس سايز تولوين وبي اس كذلك، تلاحظون زر الغلق فقط. إذن نتركها على بي اس ناون أو عفوا بي اس سينجل مثل الأول. ثم لدينا بوردر ويدت هو صفر. كابشن هو الكتابة هذه، يمكننا تغييرها مثلا تست، تلاحظون أن الكتابة تغيرت. إذن الهايت كلين هايت كلين ويدت هي 451 و 761، يعني الطول وعرض الفورم يمكننا تغييره من هنا، الويدت والهايت من هنا يمكننا تغييره. هنا كلاينت هايت كلاين يعني الـ يعني الـ الأبعاد الـ الافتراضية. لدينا كالر CLBTN انترفيس، كالر الخاص بالفور يمكنكم تغييره كذلك من هنا، يمكنكم تغييره من هنا، لكن بعد إضافة الفورم الخاص بالديناميك سكين فورم فإن الكالر سيتبع السكين الذي سنختاره. هناك عدة أشياء. لدينا مثلا كيرسر، تغيير نمط الفأرة مثلا نجعله سيل هاند أو هكذا أو أي نوع تشاؤون خاص بكرسر الذي يظهر بعد التنفيذ. ثم نابلد وديزابلد
هنا تفعيل وعدم تفعيل الفور. مثلا لا يمكننا النقر إذا قمنا بوضع ديزابلت، لا يمكننا النقر عليها على الفون. الفونت يمكننا وضع نوع فونت، يعني نوع كتابة وحجمها وستايل الخاص بها ولونها كذلك للفور. هنا مثلا ثم لدينا فورم ستايل، لدينا ميدي تشيلد، ميدي فورم، ميدي نورمال، ميدي ستاي اون توب. يعني هنا كيفية جعل إظهار الفورم، يعني هل تظهر تشايلد يعني فورم تحت فورم، أو ميدي فورم يعني العادية، كذلك نورمال، وهنا ستي اون توب يعني مهما كان عدد الفورمز التي سنستعملها فإن تبقى هذه الفورم مثلا اون توب، يعني هي في المقدمة دائما. لدينا الهايت رأيناها، يعني عرض الفورم وطول الفورم. الكونتكست الفايل الهينت، الهينت هنا مثلا نكتب أي كتابة، مثلا فورم واحد، هنا ستظهر لنا الهينت بعد تفعيلها. مثلا هنا شو هينت، ها هي بعد التفعيل شو هينت، سنعود إليها بعد التفعيل سنرى الهينت هذا يكتب بنافذة صغيرة. لدينا الهوريزونتال سكرول بار، الهوريزونتال سكرول بار هنا إذا وضعنا سكرول بار، يعني سكرول بار يعني العمود الذي ينزل وينزل ويصعد. مثلا نضعه مثلا في ديبي جريد، ديبي جريد إذا كان لدينا مثلا عدة سجلات في الجدول يمكننا أن نقوم بوضع السكرول بار لنصعد وننزل داخل الديبي جريد. مثلا هنا كذلك فورم، إذا كانت هناك مكونات لا تظهر نضع سكرول بار لإظهارها. إيكون هو هذا ديفولت إيكون، نضع هنا نضع الإيديتر إيماج ونبحث عن إيميج بالنوع إيكون، يعني إكستنشن امتداد إيكون، ونضعه هنا ليظهر هنا. مارجن منيو نيم هو اسم الفورم، يمكننا تغييره أو تركه فورم واحد. لدينا مثلا بوب منيو، إذا استعملنا بوب منيو البوزيشن هنا لا نجدها في الفورم الأول أو الفورم الذي سنستعمله. بوزيشن هنا نتحكم فيها من خلال الفورم الأول، أضعها مثلا ديسكتوب سنتر. لدينا شو هينت التي تحدثنا عليها لإظهار التعليق، ثم ستايل إليمنت تايك تايك توب صفر، توج ترانسبارنت كولر، ترانسبارنت كولر فاليو. تلاحظون هناك عدة إعدادات، نحن نشرح الأهم. فيرتيكال سكرول بار كذلك، فيرتيكال سكرول بار كذلك سنراها في في الديناميك سكيم فورم، كيف نضيفها إن شاء الله. فيزيبل ترو، إذا وضعناها فورس فالفورم لن يظهر، أو إذا عملنا بها مثلا فيزيبل بعد أن يظهر مثلا شو مساج، فإن الفورم نضعها مثلا فيزيبل سواء ترو فولس فإن الفورم الثاني سيظهر والفورم الأول فيختفي. لدينا ويدت هو عرض، هايت هو الطول، وويدت هو عرض الفورم. ويندو منيو ويندو منيو إذا كان هنا استعمال المنيو،
أو القائمة، مكونات قائمة. وهنا ويندوز ستيت يعني كيف تريدون أن تظهر الفورم، هل تملأ الشاشة أو تأتي يعني تأتي مينيمايزايد أو تأتي نورمال مثل هذه نتركها. إذا كان هذا الـ يعني بروبريتيز الخاصة بالفورم واحد. نجرب تست، تلاحظون أن هنا ها هو الهنت يظهر كلما يتبع الكرسر، كلما وضعناه يظهر هنا. هنا كتابة والفورم ظهر في وسط الصفحة، إذا أو في وسط السكرين يعني ديسكتوب، في وسط الديسكتوب. الآن نذهب إلى مكونات الديناميك سكيم فورم ونرى في الديناميك سكيم فورم ما هي ثلاثة. نقوم بالعادي سكين هنت سكين داتا، سكين داتا واحد أوتي كومبريسد، وهنا نختار نوع السكين. إذن هنا بعد التنفيذ سيظهر السكين هنا الأغاص يقوم بعملية سكان للبروجكت. إذن تلاحظون تم التنفيذ، هو تنفيذ الفورم الجديد. هناك عدة سكينات سنرى بعض منها إن شاء الله. هو ملف سكينات محمل من الموقع الرسمي، هناك العديد والعديد منها. آخر التحديثات أضيف لها سكينات خاصة ب سكينات خاصة آخر تحديثات سكينات خاصة بالويندوز 10 كما تلاحظون. نذكر أو سنضع البعض منها، مثلا نأتي إلى هنا أختار مثلا سكينات أي واحد، مثلا هنا بلاك غيره منفد. إذا تلاحظون ما هو جميلة هذه السكين، تلاحظون نوع من الشفافية هنا. ما لدينا مثلا سكين آخر، مثلا لدينا أندرويد، مثلا أندرويد هنا أوبرير أندرويد. إذا تلاحظون هذا سكين كذلك هو جميل. نأخذ آخر مثلا، مثلا نأخذ هذا، نأخذ هذا مثلا. ها هو تلاحظون نوعه آخر كذلك جميل. لدينا مثلا
I was skiing. نقاء كثير منها تغيير شكل شكل الفور. نعم كذلك تلاحظون هناك العديد منها، يمكنكم تحميل السكينات وتجريبها. المهم نحن جربنا بعضها كي نريكم فقط الأنواع الموجودة. تلاحظون هنا ويندوز 10 آخر هنا مثلا ويندوز 8 شكل الفورم يأخذ شكل ويندوز 8. هو تلاحظون أن التطبيق الخاص بكم سيأخذ شكل ويندوز 8 نوافذ جميلة. تلاحظون يمكنكم العمل عليه. إذا الآن سنأتي إلى ديناميك سكين فورم، هذه التي هي مسؤولة عن تغيير شكل الفورم. نلاحظ الإعدادات الخاصة بها، نأتي فوق ألفا بلند أنيميتد أنيميشن، يعني يمكنكم عمل مثلا هنا 80 وعمل هنا ألفا بلند أنيميشن ألفا بلند ترو. كذلك always minimize to try to show in try، يعني تظهر على الساعة بجانب الساعة، تطبيقكم يظهر بجانب الساعة. مثلا border style، هنا نتحكم في border style كذلك. هنا هكذا كابشن خاصة بها، فقط أردت أن أريكم النوع تقريبا نفس الشيء فقط في الفونت، يعني الفونت فونت منيو سايز. هنا يمكنكم الاستغناء عن هذه والاحتفاظ ب والاحتفاظ بالفاليو القديم، او استعمال هذه وتغييرها بالفونت الذي تضيفه هنا. هنا يوز ريبو، الريبو الخاص بالفورم. تراي ايكون، هنا يوجد مكون اخر سنراه لاحقا ان شاء الله، يستعمل كتراي ايكون ليوضع بجانب الساعة او في المنيو دي ماري. سكين هينت كذلك هناك مكون اخر سايزابل، هنا مهم جدا لانه سيجعل الفورم قابلة ل يعني تمديد او ارجاعها الى الحالة العادية. كذلك أشياء متعلقة بالقوائم، لوجو هنا لوجو بيت ماب لإضافة لوجو كذلك من نوع ها هو، يوجد كل أنواع هنا وليس إيكون فقط. لدينا كذلك الكابشن فونت، هنا فونتات لتغييرها، نغير الفونت مثلا فونت كابشن هذا للفوق، اكتيف كابشن كذلك، ومنيو ايتم فونت كذلك. هناك عدة مكونات او عدة بروبريتيز، المهم ذكرنا المهم منها. إذا تلاحظون كيف تظهر الفورم بالألفا بلند، نحن وضعناه 80 ظهرت 80. يمكنكم وضع تايمر، و أنا مثلا نضعه ميتين وخمسة وخمسين هو الحد. أغلق ونعيد
التجريب هو الحد الأقصى للأسكين أو للفور. إذن يمكننا استعمال تايمر واستعمال يعني التدرج الخاص بالف. إذا كان هذا الدرس الخاص بالديناميك سكيم فورم والفرق بينها وبين الفورم الكلاسيكي للدلفي. أتمنى أن تكون معلومات قد وصلت. سنتطرق في الدرس المقبل إن شاء الله إلى الباتنز، يعني أنواع الباتنز الموجودة في الديناميك سكين فورم وكيفية العمل بها. قبل تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.